سيارة فيها كيلبراج للعجل شبيها ترعش في ثنية أيام على خاطر فيها رعيش في ثنية في البونو نحاول العجل نيرو يعملوا الكيلبراج الكيلبراج هو يعني يحطوا لهم الرصاص في الجون هذه يعملوا لها الكبراج العجلة هذه شيء يرجعوها مكانها باش يدوا الميكانيكا تاع الكيلبراج صحيح هذه الماكينه نتاع الكيلبراج اللي هي يحطوا فيها العجله نعملها كيلبراج الكيلبراج هو عبارة على رصاص كالميزان في الجونت او هنا خدم ماكينة دور العجلة باش نشوف الديفوي هنا عطتنا الماكينة اللي هو أما هذه رقم 35 اللي هو ميزان باش يزيدها للعجلة باش توني معاش ترعش السيارة رصاص حوالي 35 غرام باش يزيدها في الجونت من برا باش تنحى الرعيش نتاع البولون بالطريقة هذه يعاود يخدم الماكينة لأن عندها مكان معين نحطها فيه مش وين يجي لأن الماكينة تعطيه المكان بالضبط طيب باش نشوفوا الماكينة اش عطات بعد ما ركب لها بعد ما حط لها رصاص هذه الميزان عطتنا صفر معناتها العجله توا ممتازه يعني بالطريقه هذه الرو نتاع السياره يكون معدل صفر يعني في الطريق ما عادش يرعش له الفولون